علي محمد لم يؤجز بيوم العمال العالمي ولا يعرف الإجازات إلا مضطرا عند مرض أو يوم عيد، فعمله يتطلب أن يكون واقفا طوال اليوم مجاهدا للحصول على لقمة العيش وقيمة ما سيوفر به البطاط والبيض وروتي يوم غد. والله لو وقفنا ما حمش قبل، أنا قال سيدنا نطلب الله على القهالة، أنا مش ندير نحن الأقول السيناء مش ندير حق اليوم، فكذا على كذا قال سيدنا نطلب الله. يعني إذا وقفت ما فيش مجال إنه واحد يتحرك حتى لو يومين، كل يوم بيومه. قلت لك الإنسان يشتغل زي الخباز، إذا ما خبز لم يأكل، هذا اللي حاصل. نفس اللي نعيش نفس ما فيش كان من أول، ممكن تستخدم ريست على أساس راحة، ولكن ما في ما تستطيع. محمد عبد اللطيف الصلوي يوم عيده يبحث عن عمل، وطوال العام كذلك، وكل العاملين البسطاء لا يعرفون الراحة، وإذا ما فكروا أن يرتاحوا يوما فسيجوعون مع أطفالهم خاصة هذه الأيام. فحالة البلاد انعكست على حالة الناس الذين يزدادون فقرا وحاجة. ظروف البلاد هذه إذا تقدر تعيد، ما قدرناش نعيد عيد الفطر يعني عيد العمال هذا، كنا نتمنى والله إننا نحن نعيد بهذا العيد، لكن الظروف ظروف وضع صعبة بداخل تعز، خاصة في مدينة تعز يعني وضع صعبة جدا. أين العمل اللي وجدنا داخل البلاد؟ هل هو موجود في عمل؟ هل أنتجتوا عمل؟ هل سويتوا عمل؟ لم تكرموا العامل، العامل ما كرمتوش، ما أعطيتيش حقه، ما أعطيتيش حق العامل بما يعمل، ما أعطيتيش المواطن البسيط حق حبة إسبرو أو إسبرين أو حبة هذا. أين الاجتهاد للعامل؟ أين أنت كفو بالعيد هذا؟ أنا لا أشتري العيد هذا. أغلب اليد العاملة في تعز فقدت أعمالها، لذا فضلت الهجرة من مدينتها للبحث عن عمل، ويتحملون المخاطر والأتعاب آملين أن تستقر البلد ليستقروا وينتهي الحصار ليتنقلوا بحرية، لذا كل هؤلاء عائشين على الأمل